اخواتي سلام ربي يسوع ظهوركم. ينعاد عليكم 7 ايام اليوم عيد مردومة على كل انسان بيحمل هذا الاسم. بدي هيك نبذة سريعة عن قصة القديس الرائع مردومة اللي كان فارسي من بلاد فارس، كان بيعبد النار وتعرف مرة هو رايح على مدينة نصابين على شاب اسمه أبروس. هذا الشاب عرفه على المسيح، عمده وانتقل القديس دومت وصار ببلاد ما بين النهرين يبشر وصولا لعنا لهون، وصار على مدينة نصابين كمل وصار شماس بأحد الأديرة. بس هم بيقولوا إنه في عنا عدة قديسين اسمهم دومت على القليلة في 3 قديسين. نحن عم نحكي على قديس دومت اللي من بلاد فارس اللي كان يعبد النار واللي عيده ب7 آب. هذا القديس العظيم وقت اللي قالوا له بدنا نرقيك بالكنيسه نسلمك رعيه نسلمك مطرانيه ما قبل، وطلع متواضع مثل ما عمل مرفاه واعتزل وتنسك باحدى المغاير بالجبال. مع الوقت بيجي تقريبا 2 سنين قعد متنسك كامل، كان يعيش على اعشاب اللي بالحقل. بيمرق لهونيك شاب بيكون مارق باحدى التلال مقابل المغاره، وبشوف القديس دومت بيقول له انا اجري كثير بيجعوني عند داء المفاصل واللي لهلا دواها صعب، فكيف من وقتها؟ بيصلي له مردومته بصح، بينزل هذا بخبر الضيعه كلياتها، وبصير كل انسان عنده داء المفاصل او غير مرض، طبعا لما داء المفاصل تحديدا بيطلعوا كلهم عند مردومت وبينزلوا كلهم صحين اصحاء ما بقى بيهم شيء. قد ما صار يشفي عالم صار يجي من ضيعة تاني وعجقت امام المغاره عنده. بهالوقت هيدا اخوتي بيكون مارق الامبراطور من هونيك يوليانوس مارق، بيقول شو في هالعجقه؟ بيقولوا له في شاب اسمه دومت عم يشفي العالم. قالوا طيب خلوه يخفف شوي، بتعرفوا انتو دبت الغيره فيه انه شو هيدا عنده عجقه، انا امبراطور ما حدا عم يستقبلني، وهيدا الشاب لانه قاعد عم يضحك عليهم يعطيهم اعشاب بيستقبلوها القد وبتطلع الناس بجحافل للقد، خلوه يوقف. مثل ما يا اخوتي بيصير معنا وصار معنا شخصيا، وحكيت لكم انه عم بتكتب كثير فيديوهات مسيحيه، عم تحكي كثير عن المسيح، كثير عم تحكي عن المسيح، وكانه عيب او كانه شعار نحكي كثير عن المسيح. لا، بدي كتر فيديوهات وبدي كتر تبشير، لانه حتى اذا انا وقفت عن التبشير او انتم وقفتوا عن التبشير اخوتي، الحجار بتبشر. الحجار هي اللي بتبشر وبتصرخ باسم ربنا يسوع المسيح. المهم دومت مرض. دومت مرض مثل ما تردوا انتم ابدا ان توقفوا تبشير، مثل ما حنردوا حنكمل تبشير، ودومت ما وقف. بيأمر الامبراطور الجاحد انه تتسكر مغارته بحائط، يحطوا قدام غارته حائط وهو جوا، وكان معه 2 من تلاميذه. وفعلا سنة 363 انحط حائط قدام المغارة تبعيته بسنة 363 وقضي وانتقل لعند ربنا يسوع المسيح هو 2 من تلاميذه بقلب المغارة. رسالته ما بلشت هون، هيدا الإنسان الغبي الشيطان الشرير الإمبراطور اللي أمر إنه يسكر بحيط، ما كان عارف إنه ملايين رح تتبع دومت والملايين رح يشفوا ورح تتعمر كتير كنايس وأديرة على اسم مردومت، لأنه هيدا هو يسوع أمس واليوم وإلى الأبد، هون هن قديسين يسوع. هيدا هو 7 آب عيد القديس دومت ينعاد عليكم.